الحمد لله ربنا شفاني من السنة اللي فاتت من السرطان اللي كان عندي في يوم ذكرى ميلادي، وده بعتبره أنا ذكرى حلوة ليا بأنه ربنا أحياني التاني، يعتبر أحياني التاني من أول ذكرى عيد ميلادي. وبحب أوجه رسالة لجميع الآباء والأمهات والأبناء المصابين، ربنا يشفيكم إن شاء الله. ممكن ما تفقدوش الأمل خالص، حتى ما تفقدوش خالص، يعني اللي هو طول ما احنا جوانا لسه نفس لسه في امل. لما عرفت ان انا عندي سرطان ما استسلمتش، وانا مؤمنه جدا بايه كل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا، يعني لا انا زعلت ما زعلتش، عملت ايه برضو اللي هو مكتوب لي هيكون هيكون، فانا ما استسلمتش وقاومت لحد ما وصلت. وهناك كنا انا والاطفال كده برضو، كنت بحاول اوصل لهم نفس الفكره. اهلي كمان كان ليهم دور مهم جدا معايا، وخصوصا بابا وماما، وماما كمان اكتر كانت هي اللي بتدعمني على طول، كانت دايما معايا وكانت بتدعمني في اي حاجه انا عايزاها. كان يعني ما كانوش هما كمان بيزعلوني، وكانوا رافعين دايما الروح المعنوية عندي. واخواتي نفس القصة كمان، واصحابي. انا فراج حسن والد اميرة. الحمد لله ربنا تمم شفاها على خير. هي كانت مصابة بورم خبيث في الكلى، بس الحمد لله طبعا اكتشفنا المرض بدري، فده كان ضمن اللي ساعد معانا على شفائها ان شاء الله. فجت فجأة كده تعبت معانا، فلما كشفنا عن دكتور وطلب مننا تحاليل وأشعات، طبعا الدكتور نتيجة التحاليل بيقول إن عندها ورم خبيث على الكلى. طب يا دكتور ده سببه إيه؟ قال لي هو أسباب كتيرة بتسبب الورم ده، بس إحنا أهم حاجة عندنا العلاج والالتزام بمواعيد الجرعات، الحاجات اللي زي كده دي شيء أساسي. والأكتر منه لازم رفع روحها المعنوية، طبعا ما تزعلهاش في اي حاجه عشان ما ناثرش على المناعه بتاعتها، تمام. بس الحمد لله يعني رحنا مركز اورام جنا برضو، الجماعه جزاهم الله خير هناك طبعا قاموا بالواجب وزياده، طبعا كانوا بيعاملونا معامله كويسه جدا، والحمد لله كانوا منظمين فترات العلاج، فكانت برضو بتاخد علاج كيماوي هناك في جنا. الحمد لله جات اقرب معانا من الاقصر واقرب برضو من سوهاج، الحمد لله ربنا تمم شفاها هناك. طبعا المرض شيء صعب، وخاصة لما بيكون مرض خطير. طبعا كانت المفاجأة عندنا لما الدكتور بيقول ده ورم خبيث وعلى الكلى، يعني جهاز حساس جدا في الجسم. فالحمد لله يعني الواحد ربنا ألهمه الصبر. طبعا كان فاقد الأمل، لأن حاجة زي كده طبعا مصيرها الموت، ولكن الحمد لله بالصبر والإيمان الحمد لله يعني ربنا تمم شفاها. فده كان فضل من عند ربنا الحمد لله. فلما خفت احنا كنا ماشيين في العلاج على اساس ان احنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله، ان عاشت عاشت ده امر ربنا، وان ربنا افتكرها ورحمها خلاص ده قضاء ربنا، ما حدش يقدر يعترض عليه. ولكن الحمد لله ربنا اكرمنا وتمم شفاها، ودي من ضمن الحالات الكويسه الحمد لله. وده طبعا الدكاتره طبعا كان في مراعاه خاصه بالذات في المرض ده، لان هم طبعا بيكون ايه مهتمين جدا بيه. والحمد لله على كل حال طبعا لما ربنا شفاها احنا ما كناش مصدقين، يعني الدكتور لما بيقول لي احنا خلصنا العلاج، قلت له هو العلاج ده بيخلص؟ قال لي اه طبعا لازم يخلص، بس لازم هنكمل مع بعض متابعات لمده سنه او اتنين عشان نتاكد انه ما فيش اي حاجه تاني. والحمد لله احنا لينا سنه بنتابع ما فيش اي حاجه، حتى العلاج ما فيش اي علاج بتاخده دلوقتي الحمد لله، ابتداء من شهر 12 اللي فات لغاية النهاردة ادي 11 شهر الحمد لله ما فيش اي حاجة ظهرت عليها الحمد لله. الاطباء هناك كانوا بيدعمونا جدا، اللي هو كانوا معتبريننا اصلا زي اولادهم بالظبط، كانوا لما يجوا يشوفوا عينينا هناك او يجوا حالة متابعة وكده كانوا بيهزروا ويضحكوا، ما كانوش بيكشروا في وشنا او يحسسونا بحاجة اصلا، كانوا دايما رافعين روحنا المعنوية، كانوا بيجوا يهزروا معانا ويضحكوا، كانوا وهم والتمريض كمان. التمريض كان هناك بيعملنا كأخواتهم الصغيرين، كانوا هناك دايما بيلعبوا معانا وخلينا مبسوطين خالص، وبرضه ما كانوش بيحسونا بحاجة أو أي حاجة يعني. وهو لما كمان كان يجي يدينا علاج ما حدش كان مكشر في وش حد، كان كلهم بيضحكوا في وشنا وكأننا أخواتهم بالظبط.